تطورات طبعا إيجابية بمدارس المنطقة الشرقية تؤهلها لجوائز التميز. هذه الجوائز التي حظيت بها إدارة التعليم وممثلة بالمدارس الشرقية حصلت على العديد من الجوائز، جوائز التميز. إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل أيضا حظيت بهذه الجائزة. الأستاذ محمد سعيد الهاجري مدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل. أستاذ محمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور، حياكم الله. يعطيك العافية ونبارك لكم هذا التميز، كما هي عودتنا الهيئة الملكية في جميع مجالاتها أنها دائما الإبداع والتميز على أرض الواقع. ماذا عن هذه الجائزة أستاذ محمد؟ نقول الله يبارك فيكم والله يعطيكم العافية، والحمد لله على مثل هذه الإنجازات. وإحنا نقول أنه تعليم الهيئة الملكية يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية لجبيل وينبع، وبمتابعة واهتمام من سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي. والحقيقة هذا هو الدافع الحقيقي للوصول بمدارسنا لهذا التميز والإبداع. وإحنا نقول الحمد لله على تواصل هذه الإنجازات في هذا الأسبوع. الحمد لله يعني حصلنا على المركز الأول في فئة المعلم في جائزة وزارة التعليم، والمركز الثاني في فئة المدير والمدرسة المتميزة، وأيضا حصلنا في ذات الأسبوع على المركز الأول في جائزة مركز الملك فهد بن عبد العزيز للجودة، وهذه الجائزة للسنة الثانية الثالثة على التوالي. فالحمد لله على توالي المنجزات. وإحنا سبق في العام الماضي أنه مدرسة الدانة الابتدائية أيضا حصلت على المركز الأول في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ما شاء الله. فالحمد لله. العام اللي قبله أيضا حصلت مدرسة الفيحة الابتدائية على المركز الأول في جائزة وزارة التعليم للتميز. ما شاء الله، يعني جوائز متعددة وليست فقط يعني على مستوى محلي إنما على مستوى خليجي. طيب ما الذي تسعى إليه جائزة التميز؟ الجائزة هدفت إلى تشجيع التميز في مدارس التعليم العام ومكافأة أطراف العملية التعليمية وحثهم على السير في مسار الجودة والتميز والإبداع. والحقيقة إحنا حرصنا في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل على المشاركة في مثل هذه الجوائز لتكون الحقيقة مساهمة وداعمة لنا في نشر ثقافة التميز والجودة في الميدان التربوي وتشجيع الممارسات التربوية المتميزة. أنا في النهاية أستاذ محمد أشكرك ومزيد من العطاء والتميز لهذا الوطن الغالي، ودائما وأبدا الهيئة الملكية بالجبيل دائما تقدم الجديد والجديد في جميع مجالاتها. شكرا أستاذ محمد بن سعيد الهاجري مدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل، شكرا لك.